مصطفى برحيلي، دكتور صيدلي، رئيس قسم الصحة بمؤسسة بسمة للأعمال الخيرية ومدير المشروع. مشروع بسمة لبناء مركز صحي المجتمعي للصحة والتصفية الكلوية، يعتبر من أهم المشاريع التي تشرف عليها مؤسسة بسمة للأعمال الخيرية، نظرا للاهتمام البالغ لمؤسسة بسمة بالصحة نتاع المواطنين. كما كيعرف الجميع وغادي يكون مختص إن شاء الله، هذا المركز هذا غادي يكون مختص في كل أنواع الأشعة بما فيها السكانير، لا ماموغرافي، لا راديولوجي، وإضافة إلى غادي نبداو إن شاء الله بواحد العشرة نتاع لي بوست نتاع لي موديليز تاع التصفية الكلوية، نظرا للخصائص المهوية التي تعرفها المنطقة الشرقية عموما في هاد المجال. وشكون غادي يستافد من هاد السيد ديالك؟ إن شاء الله هذا خصوصا غادي يكون مجتمع، غادي يكون واحد المركز اللي ان شاء الله غادي يكون بينيفول، يعني مجاني بالنسبه، وغادي يهتم خصوصا بالطبقه الفقيره والمنحدره، سواء من مدينه وجده او من المناطق العالم القروي، نظرا لتموقع هذا المشروع ديالنا. بعدا التموقع ديالو كاين في المجال القروي في جماعه انقاد، وهذا غادي يستهدف خصوصا كما قلت الفئات الهشه والمستضعفه. كما كيعرف الجميع فالثمن نتاع السكانير ولا مثلا راديوغرافي ولا نتاع الدياليز كيكون الثمن شيئا ما باهظ، لهذا غادي يكون هذا مجتمع خيري مجاني بالنسبه لهذه الطبقات اللي ما غاديش تقدر توصل باش انها تمشي دير هذا الشيء مثلا في القطاع الخاص ولا مثلا في القطاع. وبالنسبه للطاقم الطبي اللي غادي يشرف على هذا المركز؟ هذا الطاقم الطبي ان شاء الله غادي يكون طاقم طبي مكون من اطباء مختصين، وغادي يكون ان شاء الله ممرضين، يعني طاقم طبي متخصص 100% ان شاء الله. ومن بعد البناء ديالو والشغه ديالو كيفاش غادي سميتو التدبير ديالو، وعاوتاني كذلك حتى مصادر التمويل، واش غادي يبقى يمول بذاته ولا كاين مازال يعني محسنين ولا المؤسسه ولا كيفاش؟ هذا كما قلت بحال هكذا مشروع خيري، اولا بحال هكذا هذا ممول من طرف المحسنين، يعني في البدايه غادي يكون بحال هكذا التمويل ديالو من طرف المحسنين 100%. وثاني حاجه يمكن غادي نبحثوا من بعد على شراكات ولا مثلا ان شاء الله اللي غادي نقدوا باش ننميو ان شاء الله هذا المشروع ديالنا، باش يدخل مثلا في واحد مجال اختصاصات اخرى، مثلا اختصاصات في الطب بجميع انواعها. اذا الله يوفق والله يقبل. شكرا. كتعرفوا مؤسسة الأعمال الخيرية خدات على العتيق ديالها باش دير عدة مشاريع، وكان المشروع الأول اللي غادي تنجز هو هذا المشروع ديال المركز الصحي اللي غادي يكون مختص في تصفية الكلي، وكذلك يكون موجود فيه السكانر. خدينا الجماعة ديال هلانقاد لأنه كما كتعرفوا الشساعة ديالها باش والفقر اللي الناس الفقراء اللي كيتواجدوا فيها، دونك باش يستافدوا من هذا المشروع ديال تصفية الكلي اللي كتعرفوا كيكون عنده واحد القيمة كبيرة بالنسبه للناس الضعفاء، لانه كيكلف واحد المبالغ كبيره. غادي يكون مجهز باحدث الاجهزه زائد سياره ديال الاسعاف اللي غادي تنقل المرضى، لانه كنعرفوا كما قلنا سابقا انه كاين مساحه شاسعه، دونك غادي تكلفوا بجميع مسائل اللي تحافظ على الصحه ديال المواطن ان شاء الله. شنو من الانعكاسات الايجابيه ديال هذا المركز على الساكنه على الناحيه؟ بالنسبه للمسائل الايجابيه اللي غادي نستافدوا بها انه واحد الناس اللي كانوا ما كيستافدوش من بطاقات رميد، ما كيستافدوش بالنسبه ما عندهمش الامكانيات الماديه، هنا احنا غادي نحاولوا اننا هاد الناس هادو هما اللي يستافدوا بهاد المساله هذه.